وقصر الرباط بالمونستير الذي يعد واحدا من الحصون الإسلامية الممتدة من الإسكندرية إلى طنجة حسب المؤرخين، شيد بأمر من الخليفة العباسي هارون الرشيد على يد هرثمة بن الأعين والي إفريقية سنة 180 هجرية الموافق لسنة 797 ميلادية لسد الغزو الخارجي عبر البحر بفضل خصائصه المعمارية وبنائه الشاهق المشيد بالحجارة. ونقلت المصادر دوره الدفاعي في حماية مدينة القيروان العاصمة الإسلامية لإفريقية آنذاك. هو في الأساس بناء عسكري فيه جميع مكونات القلاع العسكرية. شهد المعلم عدة توسعات خلال القرنين التاسع والعاشر ميلادي زمن الدولة الفاطمية والعثمانية ليتماشى مع تطور الأسلحة ومنها النارية، فلا تزال منصات المدافع شاهدة على ذلك العصر. وتعددت استخدامات الرباط عبر الزمن، فمن الوظيفة العسكرية والدفاعية ابان تشييده إلى الوظيفة الدينية، حيث ظهرت به حركة المرابطة والتصوف، ونجح في استقطاب عديد العلماء كالإمام ابن سحنون. كان مكان قبلة للمرابطين وللزهاد. قصر الرباط بالمنستير اليوم هو فضاء ثقافي وموقع له من الخصائص ما جعل كبار المخرجين يختارونه لتصوير أعمالهم الفنية من أفلام ومسلسلات عالمية ومنها مسلسل ممالك النار، وهو أيضا مزار يتسع لآلاف السياح سنويا. قامت الجمعية بالإشراف المالي والإشراف الإداري على ترميم رباط المنستير مع إشراف تقني لمعهد التراث بتونس، جيل نحن وجيل المستقبل وجيل أولادنا. في نفس الوقت هالمعامل المعالم الأثرية كان فما إمكانية باش نستغلوها في مهرجانات ثقافية كحفلات أو مسرح. I come from Spain, Barcelona. جئت من إسبانيا، وبالنسبة لنا هذا معمار مختلف، إنها هندسة فريدة لم نرها من قبل وهي رائعة. قصر الرباط الذي صنفه الباحثون كأكبر رباط بإفريقية شكل النواة الأولى لنشأة السكان في الفترة الإسلامية، وشهد المعلم أشغال ترميم وصيانة في عديد المناسبات في الفترة المحاصرة حتى يحافظ على رونقه على الدوام.